لعبة طج. من من يقول رقة حماسك يا جاب لبس المدرب و الحكم يشير ليتس جو الأولى ولك مات من الركن الأزرق في وضعية ساوث بو وتفوق الركن الأحمر في الوضعية الاعتيادية لأورثودوكس لك مات من الركن الأزرق مباشرة نحو الركن الأحمر نو هولدينج كما يشير الحكم من جمهورية مصر العربية الشقيقة يمنع الإمساك بالخصم لديك حيل أخرى للدفاع ليس على سبيل الحصر منها الرجوع إلى الخلف الدوران الزوغان الركن الأزرق اللاعبة الطاجكستانية تتلقى اللكمات في هذه اللحظات عليها بذل المزيد من المجهود ولكمة قوية أخرى يسرى أدفعها مجموعة من اللكمات من طاجكستان محاولة في إثبات شيء للقضاة ولكمات قوية نحو الجذع والرأس من منغوليا لعبة قوية إيقاف مؤقت للحكم بريك أخذ خطوة إلى الخلف رجعي خطوة إلى الخلف بوكس لعبة المنغولية تتحين الفرصة لتسديد المزيد من اللكمات المؤثرة ولإقناع الحكم بإيقاف النزال لكمة يمنى قوية ولكن الطاجكستانية ترد بلكمة يمنى أخرى أمر بريك للانفصال لكلتا اللاعبتين لكمات مستقيمة تصل إلى الهدف مباشرة من الركن الأزرق تتبعها خطافية يمنى من الركن الأحمر ثم لكمة مستقيمة يسرى من الركن الأزرق اللاعبة الطاجكستانية سمية تحتاج إلى الراحة فعلا بعد هذه اللكمات القوية من منغوليا هناك تفوق في الجسم لصالح المنغولية المسيطرة حتى هذه الأثناء أعزائي المشاهدين على مجريات اللقاء تبدو الأكثر قوة والأكثر سيطرة منغوليا تخبئ الكثير من المفاجآت ثلاث لكمات ولكمات مستقيمة عليك الخروج إلى الجوانب يا سمية وإيقاف هذا القطار المنغولي لا تقفي أمام القطار ركي إلى الجوانب نهاية الجولة في الجولتين السابقتين ويصعب الآن إثبات الوضع في الجولة الثالثة مزيد من اللقطات تدور إلى هذه اللكمات القوية المنغولية لكمات خطافية لكمات مستقيمة مؤثرة جدا انظروا إلى قوة اللكمة وبرغم ذلك سمية كانت تحملت كثير من اللكمات القوية ولكمة نحو الجذع اللكمة للكبد تحملتها بكل قوة اللاعبة سمية الجولة التالية الآن تعلن والحكم يتأكد من وجود واقي الأسنان الجولة الثالثة ومجموعة من اللكمات من الركن الأزرق ودوران صحيح وتكنيك عالي من اللعبة المنغولية استخدام الحلقة اللاعبة الطاجكستانية تلقت لكمات قوية وكثيرة لكمات مؤثرة ليس هذا بالسهل أعزائي المشاهدين إنها الجولة الثالثة والأخيرة مع سيطرة كاملة منغولية في الركن الأزرق لكمة يسرى مستقيمة ويتبع لجمتان نكمتان تشفق على سمية لتلقيها تلك اللكمات المتتابعة من اللاعبة القوية المنغولية التي تضع بصمة وتحاول الاقتراب من منصة التتويج بملاكمة مستقيمة يسرى نحو الوجه لعبة سمية تلقت العديد من اللكمات لكمة أخرى مستقيمة يسرى نحو الذقن يمنع المسك يقول الحكم لا تقفي في وجه هذا القطار المنغولي الذي لديه المزيد من اللكمات العقابية في هذه الحالة لعبة طاجكستان
الفلسطينية ليس لديها شيء لتثبته في هذا، كما يقول الحكم، حكم الحلقة، لكمات قوية ومؤثرة، لا لكمة قوية مستقيمة يسرى مباشرة، وإيقاف ساعدا أحدهما كتمان، كتمان وقت لكمات قوية تعرضت لها اللاعبة سمية، ويصعب تخمين أنها هي الفائزة، أو لكمة مستقيمة يمنى مباشرة نحو الدقن، دقة في تسديد اللكمات من لوتسكان من غوليا، فاجأتنا ضربات كلوز فايت نو هولدنج من الحكم، يمنع المسك وإشارة من المقاضي بقرب انتهائي الجولة الثالثة واللقاء بشكل عام، ومجموعة من اللكمات والعقاب انتهاء الجولة الثالثة بتفوق واضح للركن الأزرق. بالطبع الركن الأزرق كان المسيطر في ثلاث جولات متتابعة، منتخب منغوليا و الركن الأزرق والفوز من لوتسكان من منغوليا.